أصوات. مستمعينا السلام الله عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مباشرة على أثير إذاعة أصوات من برنامجكم أولاد البلاد. دائما نحن كنتواجدوا خارج الاستوديو ديالنا بإلكترو بلانيت دب السلطان، وهذا العيد هذا كتقاسموا معكم راديو أصوات من خلال برنامج أولاد البلاد. كتلقى مع المستمعين والمستمعات خارج الاستوديوهات بالضبط في محلات إلكترو بلانيت دب السلطان، وكنعطيهم مجموعة من الأسئلة باش كيفوزوا بمجموعة من الهدايا اللي كتقاسمها مع أصوات، جوج ديال الخلاطات كهربائية متعددة الاستعمالات، وكاين كذلك مكوات كهربائية بالصحة والراحة لجميع الفائزين والفائزات. كننساوش كذلك نذكركم مستمعينا باش انكم من تاخذوا لافاكتير الى شريتوا شي حاجه من محلات إلكترو بلانيت، ما عليكم الا ديروا الاسم ديالكم العنوان ورقم الهاتف وتوضعوه في الصندوق الزجاجي، من بعد نهار الجمعه ان شاء الله غتكون عمليه سحب القرعه للفوز بثلاجه كبيره من الحجم الكبير.